النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات هامه جدا مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكشينكو. خلال هذه المباحثات تم التطرق للتعاون المشترك ما بين البلدين، خاصه في الناحيه الاقتصاديه. استعرض كذلك كيفيه تنفيذ اتفاقيات تم التوصل ليها خلال زياره الرئيس السيسي لمنسك في صيف 2019، وإزاي كمان يكون في تعاون أكبر في التجارة والاقتصاد والشؤون الإنسانية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد على هامش المباحثات، دعا القطاع الخاص في بيلاروسيا إنهم يستثمروا داخل مصر، وأكد سيادته أن اللقاءات الأخيرة أعطت الدفعة القوية للعلاقات، خاصة الإنتاج المشترك ومنتجات التصنيع. أعلن الرئيس السيسي عقد مجلس الأعمال المشترك غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض سيادته الاستثمارات المتاحة في المشروعات القومية الكبرى، خاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات، وسعي مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي كبير للطاقة. قامت الرئيس إن العلاقات المصرية البيلاروسية ليست حديثة العهد، إلا أنها شهدت تطورا ملحوظا على مدار الأعوام الماضية، لا سيما بعد زيارتكم للقاهرة في يناير 2017، والتي تلاها عدد من الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء واللجان الفنية لمتابعة نتائجها. ثم جاء اجتماعنا في منسك في يونيو 2019 ليعطي دفعة قوية لتلك العلاقات من خلال التوقيع على خريطة الطريق للتعاون الثنائي في عدد كبير من المجالات، لعل من أبرزها موضوعات الإنتاج المشترك للشاحنات والمعدات الزراعية وما يتضمنه ذلك من نقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها إلى مصر. وتأتي زيارتكم الحالية لتؤكد ما كنا نتطلع إليه من تحقيق شراكة حقيقية قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة. طبعا الكثير من الملفات تم التطرق ليها، وأيضا تعاون في مجالات مهمة كمجال التعليم على سبيل المثال. ألكسندر لوكشينكو أكد أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت التطورات الكبيرة في السنين الأخيرة، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات ومن النتائج المهمة في إطار هذه العلاقات اللي نشأت مع الرئيس السيسي والزيارات المكثفة اللي تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية. لوكشينكو أوضح أن بيلاروسيا بتعتبر مصر دولة صديقة، وبتعتبر مصر أيضا من الشركاء التجاريين الاقتصاديين على أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين. وكذلك تحدث عن تعزيز التعاون التجاري والإنتاجي مع مصر، بما في ذلك المشروعات المشتركة في مجالات سياسية واقتصادية وتجارية وعلمية وتقنية وإنسانية. ونحن نتركز على العلاقات التجارية والاقتصادية، وأنا سعيد أن تلك الاتفاقات يتم تنفيذها عموما. الجانب البيلاروسي والجانب المصري تبذل كثرة الجهود لذلك، فتوجد النتائج المشتركة في مجال الصناعة وإنتاج الحربي والزراعي والعلمي والإنساني. وفي مجال الصناعة نحن بدأنا من المشاريع إنشاء في مصر المصانع للتجميع المشتركة. تم إنشاء المصنع لتجميع الجرارات والمصنع لتجميع السيارات هناك البيلاروسية. وفي أقرب الوقت نحن نتوقع بداية الإنتاج المعدات الزراعية بابروسكا غروماش ومعدات لبناء الطرق الأمكدور والمحركات البيلاروسية في مصر. وأنا مقتنع أن هذا يتمشي مع المصالح لدولتنا ويسمح لنا أن يضمن دخول منتجاتنا إلى أسواق الدول المجاورة الأفريقية، وإن شاء الله
احنا نستطيع ان نخلص عمل في السوق المصري. فمن الكهرباء نشتغل تقريبا في كل افريقيا الشماليه وننظر الخيارات لمزيد من ترويج منتجاتنا ومصالحنا في كل القاره الافريقيه. وخبراؤنا اليوم تدور نقطه جديده للتنميه ولدينا القدره في مجال الابداعات والتقنيات العاليه والعلوم والتعليم، ونحن نتركز على ترويج المعدات التقنيه لمصر مع الانشاء المقبل في مصر المؤسسات المشتركه للتجميع، وتلك المقاربه هي اكدت فعاليتها. ونحن نرى ايضا تعاون في مجال الامن وتقنيات المعلومات بما في ذلك الانظمه الحديثه لضمان الامن الجماعي. تقنيات الأمن، التعليم العالي، الملفات كثيرة اللي تم التطرق ليها، وأيضا نتائج هذه المباحثات اللي طرحت في المؤتمر الصحفي تحدثت عن أمور كذلك خاصة بالاقتصاد وعن مذكرات تفاهم خاصة أيضا بتعاون مشترك ما بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي واتفاقية تعاون عن الدعم الخاص بالتبادل الجمركي. في الحقيقة أنه في خطوات واسعة بتتم في مجال الاقتصاد، في مجال التجارة، في مجال الصناعة، وده بينعكس على كافة المجالات الحياتية.